ربنا يجعله أول يوم من الأيام المباركة اللي نخطوها لخدمة شعبنا وأمتنا العظيمة. وإحنا بنقدم شكرنا وتقديرنا العظيم لأبناء شعبنا اللي أحسنوا الاختيار، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكون يعني نكون عند حسن ظنهم، ويجعل هذا أول يوم من أيام المجد للشعب الفلسطيني. حمد عشق عشق محمد. والله هذا يعني بدي أقول لك مش تفاؤل، بس هذا يمكن إحنا بنؤمن فيه لحد اليقين، إنه إن شاء الله هذه أول حكومة في الخلافة الراشدة التي نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل في الإعلام قبل السنة. Gracias.